الذكرى العاشرة للمرحوم محمد، وربنا يجعله في الجنة يا رب. ورغم 10 سنين عدى على محمد دلوقتي، وربنا مصبرني على فراقه. زمايله كلهم زاروني هنا، كنت بسمع ان هم بيعملوا له حاجات، كانوا بيدفعوا له فلوس في مكانات كده صدقه، يعني هم كلهم واساوني بصراحه بعد ما مات. كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيسال وكان بياجي وجاني يعني هنا الفيوم. هم كلهم الاول كانوا بيسالوا، كلهم يعني كانوا ما قصروش كلهم بصراحه. ولحد دلوقتي يعني الواحد بيحس منهم برضو ان هم ما بينساش محمد. باشمهندس محمود طاهر لما كلمني وانا رايحه قناه الاهلي عم نول، وكنت انا كان ليا رغبه انهم يعملوا حاجه في النادي، عملوا حاجه باسم محمد هناك. لو جه في وشي رقم 3 ده يعني بتاثر جدا. وبقول برضو كنت عايزه منهم يعملوا شارع لمحمد. فالكابتن شوبير الله يبارك له سبق يعني وكلم المحافظ هنا، والمحافظ بعت لي رئيس مجلس المدينة هنا مشكورا، وجو وعملوا الشارع يعني. هو كان نفسه في السنة دي بالذات يتجوز، ده قضى ربنا. بس هي عين صحيح. آخر مرة شفته في المنام كان في مكان وهو طويل طويل وابيض ولابس فالينا بيضه، وقف معانا بكلمه كده وبشاور له على الاطفال وبكلمه، وقال لي وكان زي ما يكون بيكلمني بس كان مشغول باللي ماشيين قدامه عايز يروح وراه، وفعلا فاتني ودخل. باجي على طول الاول، دلوقتي باجي كل يوم جمعه، باجي بقعد ادعي واقرا: اللهم وسع لك في قبرك يا محمد يا ابني، اللهم عافيك، اللهم عافيك، اللهم اسعدك، اللهم اجعلك سعيد ليوم الوعيد.